الطلب الحقيقي ولا لا؟ هنشوف بس ده تحقيق مع بعض النواب. طبعا مع هذا التقنين لأسباب الأتية. أنا أولا مع حرية المواطن في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن الحرية لازم تكون الحرية مسؤولة ومنضبطة، لأنها لو خدنا حرية بلا ضابط بينتج عليها مشاكل كتير. وبالنسبة لشبكات التواصل الاجتماعي، أنا شايف أنها في بعض الأحيان بتسبب مشاكل أسرية كتيرة جدا واجتماعية كتير جدا. عندنا برضك مشكلة إن في بعض كتائب الكتاب الإلكترونية ما يطلق عليه باسم الكتاب الإلكترونية بتسبب في رواج شائعات، وقد يأخذها البعض أنها رأي عام. عايزين يبقى الحكومة أو مباحث الإنترنت يكون وضع يدها على كل من يقدم عمل صفحة ليه على الفيسبوك، يكون شرطة المباحث الكمبيوتر أو الإنترنت ساعة ما أنا أطلبه أنا كشخص عادي، هو شخص تجاوز حدوده أو تخطى حدوده في أن هو يتهم كان من كان أو يتهم أي أشخاص بالتزوير أو الجزاف أو في الأعراض أو في كل ما يخل بالشرف أو كل ما كلام ليس له واقع من الصحة. فالكلام ده ساعتها أنا لما أقدم طلب للمباحث يكون في ساعتها في التو الحال يكون الشخص ده متواجد عند أمام القضاء ويمسك قدام القضاء. النهاردة أنا بقول إن يبقى فيه شبكة تواصل اجتماعي، يبقى فيه اتصال على الانترنت أي مكان نوع التواصل، لكن لازم يبقى لها ضوابط. يعني ما ينفعش أنا أقتحم حضرتك، أقتحم حياتك، أقتحم حاجات خصوصية بالنسبة للمواطن من غير ما يبقى فيه ضوابط. لازم يبقى فيه ضابط وليه قانون، يبقى قانون رادع بيحمي حياة المواطنين، مش حياتهم، لا بيحمي حياتهم الشخصية اللي انت مفروض بتقتحمها دون أن يكون هناك تصريح. أنا فعلا مع تقنين أوضاع الفيسبوك، وأتمنى يا ريت يلغوه نهائيا، لأنه عمل شغل الشعب وشغل الشباب. النهاردة أنت الشاب يعني بدل ما ينتج قاعد قصاد الفيسبوك بيقعد بالساعات وبالأيام. النهاردة يعني أتعلم الكسل. بالنسبة للبيوت، في بيوت خربت بسبب الفيسبوك، سيدات علاقات بين سيدات ورجال، ودي مش أخلاقياتنا يعني خاص أبدا. يعني بالنسبة للفيسبوك، يعني النهاردة في ناس تتكلم في أعراض ناس، يعني بقت مباحة يعني أعراض الناس حرام، في ناس تكتب أعراض ناس. أسلوب الأمثل لتقنينه يعني يعملوا له حساب، بقى الحساب يعني يبقى له نظام، مثلا يخلوه رسوم عالية. لكن أنا أسيبه كده بضيع الشباب، بضيع بناتنا وبضيع بيوتنا، أفرض عليه بقى رسوم باهظة على أساس بقى محد شيء حيرضى يدخل، لأن احنا عندنا عارف الظروف المادية والإمكانيات. أنا عن نفسي لو رسوم عالية مش هدخل على الفيسبوك. الفيسبوك ده لو بقي بضوابطه الأخلاقية والنفسية، والمسؤول من يتكلم في الفيسبوك، إنما للأسف لم نجد فيه هذه المقومات، بل وجدنا في هذا الانفلات، انفلات في اللغة، انفلات في المصطلحات، عدم الاكتراث بمشاعر الناس، البعد عن الصدق وعن أمانة الكلمة. ولذلك أصبح الفيسبوك كما ألقبه الآن أصبح فتنة هذا العصر. أحد أهم ركائز الديمقراطية الجديدة في مصر، والديمقراطية لا تفهم أبداً على الإطلاق تكميم الأفواه أو تقييد الحريات أو ما شابه ذلك من الأمور. بعتذر للشعب المصري كله باسمي على الأقل عن كل ما يحاول بعض الأعضاء فرضهم من قوانين مقيدة للحريات، لأننا ونحن نبني ونحاول أن نبني ديمقراطية جديدة في مصر، فإنه يجب إطلاق الحريات على أوسع مدى. الذين لا يفهمونه هؤلاء الأعضاء أن هذا الأمر يشوه صورة مصر في الخارج، ويؤثر على الاستثمارات الخارجية في مصر، ويؤثر على استقرار الدولة، ويؤثر على جيل الشباب الصاعد الذي كان يمكن أن يعول كثيرا على هذا البرلمان، فيحبط الآن من محاولة فرض قيود جديدة على حرياته. أنا بكل تأكيد مع إطلاق الحريات الكاملة، وخاصة حرية الرأي والتعبير بكل أدواتها بما فيها الفيسبوك، الذي يعتبر أحد إطلالات الجيل الجديد
على العالم والأخبار وعلى العلم وعلى التكنولوجيا وعلى التواصل المجتمعي. كل هذه الأمور لا يمكن بما فيها أيضا حرية الصحافة، حرية الإعلام، كل هذه الأمور لا يجب إصدار قوانين لتقييدها. أستاذ مدحت، أنا حتى وإحنا بنسمع بعض الناس بعتلي هو النواب حلوا مشاكل مصر علشان يبتدوا يستهدفوا التواصل الاجتماعي والفيسبوك.